السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الباحثين. المحاضرة الثالثة أو السيريز الثالث، قبل ما نبدأ بالبرنامج يعني ضمن البري بروسيسنج والبوست والبروسيسنج، لازم نتعلم خطوة بعد ما أنشأنا البروجكت. أول شيء أوبشن الجيومتريك يونت، اليونت اللي أنت راح تشتغل عليه. يعني مرات أكو شخص يعني لاحظت يعني خلال فترة العمل إنه الباحثين مثلاً أبعاد كلها بالمتر، البرنامج يشتغل ديفولت يو اس اي يونت او يعني البريتش يونت، فالديفولت مالته هو البريتش يونت، يعني ياخذ فوت وغيرها. فانت اذا ابعادك بالمتر، فالمفروض من بدايه البرنامج قبل ما تبدا بالبروجكت تدخل البيانات كلها. مثلا انت راح تنشا اول خطوه هو الراس مابر، يعني مثل ما نقول احنا طوبوغرافيه المنطقه، او مثلا نموذج الارتفاع الرقمي للمنطقه الدراسه اللي يبين لك شبكات الانهار وغير هذا، او ابسط نموذج. انت ممكن هذا النموذج اللي انت راح توفره تكون مثلا ابعاده متوفره عندك بالمتر، تمام، وانت يعني حتدخلهم بالمتر، بس انه ديفولت البرنامج يشتغل يعني فود، فراح ياخذ تلقائيا. فراح يعني تخيل انت من اول خطوه راح تظهر عندك خطا بالنتائج، فالمفروض ننتبه لهذه التفاصيل. احنا ان شاء الله راح نشرح البرنامج بشكل تفصيلي دقيق جدا، يعني وكانه للمبتدئ الاول، يعني من اول خطوه المتعلم الجديد، يعني اليوزر احنا نسميه فريش يوزر، بعد انه ما عنده اي باك جراوند او معلومات عن الموضوع. اكو ممكن بعض الفيديوهات راح تلاقوها قصيره، مجرد انه تعليم خطوه حتى تعرف انه انت تمشي بالبلاي ليست خطوه بعد خطوه تتعلم البرنامج. فبعد ما تنشا النيو بروجكت تروح على خيار هنا اسمه اوبشن، تمام. من خيارات اوبشن، بالمناسبه هاي بعدين البروجرام سيت اب شلون نحددها، من راح نتقدم بالخطوات راح انه نعرف هاي الاوبشنات. اكو اوبشنات ما نحتاجها ببدايه العمل، لا نحتاجها بعدين. هسه اول اوبشن نحتاجه احنا ببدايه العمل هو اليو او اليونت سيستم. بالمناسبه اذا انت يعني يستخدم هو ديفولت اللي هو الوحدات البريطانيه، لكن انت اذا وحداتك مثلا للعمل متوفره مثلا ارتفاع النهر، السيدمنت، عمق السيدمنت، المساحه، المقطع الكروس سكشن لكل منطقه متوفره، يجوز عندك كلها بالمتر. انت تستخدم وتدخل ارقام بالمتر، لكن انت ما مغيره، هو تلقائيا يجي على الوحدات البريطانيه الديفولت مالته اوف نيو بروجكت. فانت ضروري تحدد منها على حسب وحداتك، تمام عيني، وتقول له بعد ذلك اوكي. ده يعطيك تنبيه انه do you want to تغير setting one project الخاص بك الى المترك، تقول له يس، تمام. هنا ينطيك تحديد الوحدات. فالخطوة الضرورية بعد انشاء النيو بروجكت تقول له هذا البروجكت، بالمناسبة ما يصير تشغل اثنين، يعني عندك وحدات يعني بالاس اي يونت وبالبريتش يونت، لا، لازم انه تحدد كل وحداتك تكون اما بهذا النظام او بهذا النظام. يعني ما يصير تدخل له وحدة من الوحدات مقاسة بالفوت أو بالإنجل، وحدة من الوحدات مقاسة مترك، أو لازم توحد يكون نظام واحد. وهنا ينطيك الأوبشن إنه يتغير اليونت للسيستم. إن شاء الله يكون هذه المحاضرة واضحة، حتى بعدها إن شاء الله نبلش بالراس مابر. نلتقي بكم إن شاء الله على المحاضرة القادمة. دمتم بأمان الله.